في ذات السياق ننتقل لنيافة الأنبا يوليوس أسقف عام الخدمات العامة والاجتماعية. نيافة الأنبا الحقيقة فضيلة المفتي ذكر في حديثه الوعي المفقود، الوعي المفقود في الكثير من المواطن أو القضايا أو لدى الكثير من الأفراد. من وجهة نظر نيافتك، كيف يمكن استعادة هذا الوعي مرة أخرى ورفع هذا الوعي مرة أخرى، وبالتأكيد دور الكنيسة القبطية في تنمية الأسرة؟ باسم الله الواحد الذي نعبده جميعا، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسنا المحبوب والسادة الوجود الحضور، شكرا لفخامتكم لدعوة الأسرة المصرية كاملة في هذا اللقاء الرائع لفعالية إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة، وفخامتكم خدتنا من هذه القاعة الفاخرة بجولة في مصر لأقل البيوت والأقل النجوع والأقل القرى، وكلمتنا عن واقع رائع جدا. شكرا لفخامتكم لهذه الشفافية والوضوح الرائع اللي بنشعره دايما في كل مبادرات وتعاملات فخامتكم. سيد المسيح قال: إني أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. الحياة لو أخذنا هذا المبدأ فكانت في مبادرة حياة كريمة في مصر، والأفضل هي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. فالحياة والأفضل اللي وصى بيهم السيد المسيح بتقوم بيهم بلدنا في حياة كريمة للحياة، وفي المشروع القومي لتنمية الأسرة في الأفضل. بكل فخر احنا شركاء أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية اللي هو ذراع الكنيسة التموي، شركاء فعليين، وعملنا بروتوكول جميل جدا مع حياة كريمة في وجود وزارة الهجرة، وأيضا شركاء فعليين مع المشروع القومي لتنمية الأسرة. ولد واحد يتقي الرب، ولد واحد يتقي الرب خير من ألف، خير من ألف منافقين. بعاقل واحد تعمر المدينة، وبقبيلة من الأسمة تخرب. هذه بداية وثيقة أطلقتها الكنيسة القبطية بتوقيع قداسة البابا وبحضور المجالس القومية وبحضور حكومتنا الغالية، وده كان في العام الماضي 2021، وأوضحنا فيها موقف الكنيسة بوضوح تام من تنظيم الأسرة، والكنيسة تدعم هذه القضية تماما، وترى أنه هي باب للأفضل وباب للتنمية المستدامة. حياة أفضل للأم وللأب وللأطفال من خلال تنظيم الأسرة، تنمية مستدامة أيضا للأم والأب والأطفال من خلال تنظيم الأسرة. ماذا فعلت الكنيسة من أنشطة وفعاليات حقيقية تجاه هذه القضية؟ أولا المقبلين على الزواج. الكنيسة القبطية تهتم بالأسرة من قبل بدايتها، من قبل نشأتها، في اختيارها. هذا الكورس أصبح إجباري وليس اختياري، يعني أنا ما أقدرش أتزوج بدون ما أكون حاصل على هذه الشهادة من هذا الكورس، وأكون تجاوزتها بنجاح وتقدير مناسب، وأكون أيضاً مريت بجميع الفحوص الطبية الأمينة الصادقة الواضحة قبل الزواج. الكورس ده أسقفية الخدمات زودت فيه باب هام جداً لتنظيم الأسرة. ممكن يعني حد يفتكر يقول أنا لسه ما تزوجتش، بس إحنا بنوضح القضية دي من البداية، وعاملين في باب كامل في الكتاب ده عن تنظيم الأسرة قبل الزواج، وبنشرح فيه بأسلوب علمي للرجل وللمرأة، وبنشرح فيه بأسلوب اجتماعي إيه سبب القرار. والحقيقة
يعني أنا يعني بعد مراجعة الجزء ده وجدنا أنه هو له تأثير إثنى بقى كل اللي اعتنى جدا بتنظيم الأسرة بالنسب الزواج، فالحقيقة لقينا نسبة نجاح عالية جدا، نشكر ربنا. الجزء الثاني، طب هم تزوجوا، ممكن الحياة تقود هنا وهنا، وممكن اللي بينصحوا هنا وهنا. احنا بنعمل اهتمام ببرامج للأسرة هامة جدا جدا جدا. هذه البرامج بنعملها في 56 مجتمع في الوقت في السنة الواحدة، وننتقل ل 56 غيرهم. احنا عندنا طبعا احصائيات الكرة فخامتكم موجودة في حياة كريمة، لكن احنا عندنا 50% من سكان مصر فلاحين فارمرز بالكرة، 50%. علشان كده احنا بنقوم بكورسات. نمرة واحد التعليم، لأن من غير تغيير الذهن أنا لا ههتم بصحتي ولا هعرف أعمل مشروع ولا هنظم أسرة ولا هعتني ببيئة ولا شيء. فنمرة واحد التعليم، التعليم الأمية محو أمية، والأولاد والكبار مساعدتهم لإكمال تعليمهم، لأن في الكرة دي بيقول له روح اشتغل علشان تجيب فلوس، فإحنا بنساعد الولد إنه هو لا، كل الولاد والبنات يكملوا تعليم. الصحة بنهتم بكل مجالات الصحة، والحقيقة إحنا متوازيين مع وزارة الصحة جميع مبادرات فخامتكم، إحنا بنشتغل توعية عليها شاملة للمصريين، إحنا لا نعمل على المسيحيين فقط. أسقفية الخدمات تخدم المصريين، بطمن فخامتكم لده. في كل ندواتنا وفي كل مؤتمرات بنتكلم على الصحة الإنجابية، بنتكلم على كل مقاومة جميع مجالات العنف الأسري، العنف ضد المرأة، الزواج المبكر، الزواج القسري، العنف ضد الأطفال، تشغيل الأطفال في سن مبكر، عدم حقهم في إن هو يعيش طفولته، ختان الإناث. وأنا برضو بطمن فخامتكم إن إحنا عاملين حتى دراما بسيطة تفهم الفلاح والإنسان الأمي قضية ختان الإناث، لأن هو لو قعدنا نشرح له علميا ممكن مش هيفهمها قوي. فعملين درامات بسيطة بحيث نوصل للناس، بحيث كل القضايا اللي مهتمة بيها الحكومة إحنا بنقوم بيها متوازي. أما قضية تنظيم الأسرة في الكرة دي، فطبعا برضو محتاجة تبسيط ومحتاجة غير الندوات، يعني ممكن الواحد يعمل الندوة بس يلاقي نسبة معينة اللي فهمت. فبنعمل لقاءات مع الأسر نفسها بحيث يفهموا كل أسرة ويقدروا يفهموا من كل واحد هو إيه النقطة اللي هو مش واصله له بطريقة مباشرة. النقطة الأخيرة الهامة جداً الحقيقة في تنمية الأسرة، التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والتشغيل. وإحنا في المشروعات الصغيرة أضفنا مشروعات خضراء، لأن إحنا 2022 سنة البيئة وسنة مجابهة تغيير المناخ، وإحنا إيدينا زي ما بقول لفخامتكم أي مبادرة فخامتكم تقوموا بيها الكنيسة لابد أنها تسند هذه المبادرة. فحتى قداسة البابا أطلق مبادرة للتشجير، وكل ده هيبقى عام 2022 عام البيئة أيضا. في النهاية أؤكد أن الكنيسة القبطية داعمة لكل المبادرات وداعمة لكل المشاريع القومية، لأن فعلا التنمية هو الطريق الوحيد للجمهورية الجديدة. مع الشكر. شكرا جزيلا نيافة الأنبا يوليوس أسقف عام الخدمات العامة والاجتماعية، والشكر طبعا موصول لفضيلة مفتي الديار المصرية دكتور شوقي علامة.